بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. سادتي المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المعرفة الفضائية، سلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. تحدثنا سابقا عن الأمن النفسي والسلام الداخلي، وقلنا أنهما وجهان لعملة واحدة. اليوم نحاول أن نكمل ما بدأنا في مشوار حلقة الحلقة الماضية، ونحاول أن نسلط الضوء على مراحل تكوين الأمن النفسي، وهل للأمن النفسي فوائد؟ فإن كانت كذلك لابد لنا أن نتعرف عليها. ثم إن جئنا إلى القرآن الكريم، هل ذكر شيء عن الأمن النفسي مجملا؟ أيضا لابد لنا في هذه اللحظات أن نطمئن السادة المشاهدين بأن الكثير من الرسائل الموجودة أمامنا في الحلقة الماضية، ولابد لنا أن نسلط الضوء على إجابتها كي تعم الفائدة. بداية حلقة هذا اليوم ونحن على الهواء مباشرة، لابد لي أن أرحب أجمل ترحيب بضيفي الكريم الدكتور علي الزرفي، اختصاص نفسية. فأهلا وسهلا ومرحبا. حياك الله يا حبيبي وحيا المشاهد الكريم. الله يسلمكم دكتور. دكتور، واقعا الحلقة الماضية احنا تحدثنا عن الأمن النفسي والسلام الداخلي. أحسنت. ولطيف بالأمر أنا واحد من الناس كنت أتصور أنه هن يعني اثنين، لكن الجميل بالأمر أنه توصلنا إلى يعني وجهان لعملة واحدة. أحسنت. نعم. فلا بد أن تكون للأمن النفسي والسلام الداخلي مراحل التكوين، ممكن أن نسلط الله على هذه المراحل؟ ممتاز. طبعا شكرا لك وشكرا للأخوة اللي ساهموا بإعداد هذه الحلقة أولا، واللي شاركوا وبعثوا برسائلهم أو اتصلوا واللي سألوا لأهمية الموضوع. نعم. واقعا للأمن النفسي مراحل. نعم. حتى يتكون عندي هذا الأمن بداخل هذه الأسرة لابد أن نؤسس، هو من المسؤول عن توفير هذا الأمن. مثلا أنه أنا أجي كشاب وشابة يجون يكونون أسرة. نعم. وهذه الأسرة فيما بعد تنجب أطفال. زين، من المسؤول على تكوين هذا الأمن لذول الأطفال؟ من اللي مسؤول عن تكوينه؟ إذا قلنا الأم، فالأم ربما هي أساسا ما مؤمنة نفسيا. قلنا الأب هو أساسا عنده تراكمات بالماضي. تمام. وهذه التراكمات اللي بالماضي وبقي يجر بأذيال الماضي، في التالي انعكست وتحولت إلى سلوك تعامل مع الزوجة، الزوجة كذلك تعاملت مع الزوجة، راح يدفع يعني الثمن هذا التعامل الابن. تمام. أولا لو نريد نأسس لعائلة تتمتع بالأمن النفسي، راح يجون عندي أطفال، دول الأطفال مستقرين نفسيا، هادئين مطمئنين، أولا كمقبلين على الزواج. أنا اليوم لما أريد أكون أسرة، وعادة الإنسان لما يريد يكون أسرة يحسب حساب لكل شيء ولازم واضع خطة. لما أجي أختار هذه الزوجة، هذه الزوجة أن تكون أم لأولادي، هذه تحسن التعامل، هذه عارفة الحياة، شنو الحياة الزوجية، هذه عارفة شنو معنى الأمومة، عارفة شنو معنى التربية، أنت كذلك كأم أيضا حاسبة هذه الحسابات. فإذا كانت التأسيس على هذا الأساس، يعني اشتغلنا واختاريت الزوج على هذا الأساس، أنا اختاريت الزوجة على هذا الأساس، إذا ناظرين للمستقبل اللي راح يكون للأولاد. هذه أولا. عفوا دكتور، هنا نقطة إذا ممكن. نعم. وعذرا المقاطعة. ممتاز. لا. يعني إذا أنا أسس لابد أن أختار زوجة دون الزوج، أو لابد أن أختار الزوج والزوجة؟ ما أنا أجي من زاويتي، أنا رجل أو امرأة. تمام. يعني إحنا دائما نقول والله على الإنسان أن يختار الزوجة الصالحة، ناسين انه انت من حقك ان تختارين الزوج الصالح. هو هذا المهم. احنا كل تركيزاتنا على انه الانسان لابد ان يقترن بزوجه صالحه تكون ام لاولاده. انا اليوم من وجهه نظري انه هذه زوجه صالحه وتكون ام لاولادي، لكن الزوج بالضبط، لكن مو بالضروره. بالضبط. انه انت لما اختاريتي او اختاروا لك، وللاسف انه غالبيه الرجال يختارون لكن القليل من النساء يختارون.
وهذا العرف السائد الغير صحيح. أما الدين الإسلامي ما هي من حقها، لأنه هي تعيش بهذه البيئة اللي هي يعني بيئة ذكورية. الحمد لله اليوم يوم بعد يوم قامت تتطور الأمور، صارت الآلية يعني قام يسمع رأيها. سابقا ما يسمع رأيها، أنه خلاص القرار قرارك، أنه ماكو شيء زواج نحو الإجبار على نحو الإجبار. لكن اليوم إجبار بطريق غير مباشر، شلون الإجبار بطريق غير مباشر تحت عنوان عيب فشلة؟ أبوي شايف من وجهة نظرة زين، أمي شافت من وجهة نظرها زين، أو صديقاتي شجعني، أخواتي شجعني، فبالتالي قناعت أني أنا قناعت تحت عنوان عيب وفشلة، تحت عنوان مارد انحرج، يعني قناعت بأمر ثاني هو بالضبط. يعني لا تحرجيني ويا خالتك لأنه خالتك راح تزعل، يعني دول العشيرة راح يخربون بيناتهم، فأنا أقدم نفسي حتى ما تزعل العشيرة. هذا مهم جدا لو اشتغلنا عليه. يعني هذا ممكن أنه يسبب مو أمن نفسي وإنما خوف نفسي. يعني هو ما هو شوف، احنا عرفنا بالحلقة السابقة الأمن هو خلو النفس من الخوف. حلو. أنه أنا ما خايف، فأنا لما ما خايف أشعر بالأمان، أشعر بالطمأنينة، أشعر بالسكينة. تمام. فأنا إذا أجيت أسست، وفي هذه القناة أنا في واحدة من الحلقات قلت عبارة وكانت على اختيار الزوج، زين قلت إذا ما أحسن الإنسان اختيار الزوجة راح يدفع ثمن، أو الأولاد اللي جايين راح يدفعون هذا الثمن، قد تحصد ثمارة بعد 20 سنة. بعد 20 سنة ممكن تحصد ثمار اختيار أبوك الخاطئ لهاي الأم. زين هذه الفترة 20 سنة يعني شنو النتائج مالتها؟ شنو خلاص؟ هو يعني يجي في مرحلة طفولة، يعني طفولة مزعجة، مراهقة مؤذية، بعدين إلى يوصل إلى فترة الشباب، يعني مرحلة الشباب، مرحلة النضج، مرحلة البلوغ. المفروض أنه هو يعطي بهاي الفترة، يجد أنه هو أسس لتأسيس غير صحيح، فبالتالي سلوكه ممكن أن يكون غير صحيح. فالنتاج وين راح يبين؟ بالعشرين سنة بعد أنه أكو قابلية للتصحيح. فبما أنه ماكو قابلية للتصحيح، لأنه ما أقول فات الأوان، لكن أقول المسافة اللي قطعها طويلة. نرجع على سؤالك، أقول أنه أنا إذا فكرت أرتبط لازم أرتبط بالإنسان اللي هي تتوفر بها المواصفات اللي تستحق أن تكون أم إلي. أنا بالنسبة إلي أكون يعني أركز على الإنسان اللي أريدها تكون إيجابية، أنا أركز على أنه مستقبل أولادي شون يكون، لأن هذا التصرف. وإحنا أحيانا مو أحيانا معظم الأحيان الأشخاص الواعين يجي يحط نفسه أمام خيارات طبقت بوقته، مثلا سلوكيات مورست بحقه، إيذاء نفسي مورس بحقه من قبل الأهل، من قبل البيئة اللي محيطة، فيحسب حساب أنه هذه ما ينقلها للآخرين. تمام. إذا أسس باختيار الزوجة صح، وهي أسست باختيار الزوج صح، ما راح ينقلوه بعد. طيب قبل البعد، دكتور، يعني كلامكم يجرني إلى أنه أنا أسأل وإن شاء الله يعني قد يكون نفس السؤال عند السادة المشاهدين. داخلاتك حلوة، فبالتالي يعني بعد أنا أعتذر. لعله أحد السادة المشاهدين يقول طيب الآن كلام الدكتور لطيف ومثالي جدا، لكن خلص أنا الفاس طاح بالرأس. أنا بالنسبة إلي حاليا مثلا قد تكون زوجتي أو الزوجة هي قد يكون زوجي مليء بالخوف النفسي، فهل هنالك علاج؟ ممتاز. واقعا سؤالك هو يعني أغنى الموضوع، وهو في يعني في بالطريق، لكن أنت استعجلت على الحصول على الإجابة، واقعا جدا مهم. تمام. فإنه أنا اليوم واقع بهذا الموضوع، أنا الآن مبتلى. تمام. أنا تراكمات الماضي، اختيار الزوج غير موفق، اختيار الزوج غير موفق. زين. وأنا صرت أمام الأمر الواقع، عندي أولاد، أنا عندي مهم وأهم، كل شيء بالحياة حتى قاعدة شرعية عند الفقهاء قاعدة الأهم والمهم. طيب. تمام. عندنا كذلك في مجال بعلومنا أنه قاعدة المهم أولا. نعم. تمام. نعم. أو قاعدة الأهم. نعم. أو المهم أو الأهم أو قاعدة المهم أولا. نعم. تمام. فأنا اليوم اللي أجي، اليوم إحنا بإمكاننا أو مو بإمكاننا، كل أب
كل أب عنده هذا الشعور أن يقدم روحه فداء لأولاده. هذا أمر طبيعي, طبيعي جدا, شعور طبيعي جدا. فأنا اليوم فاقد لهذا الأمن النفسي, أحاول أنه أزرع بأطفالي. ها ما قادر ما قادر وأنا جايك حلو. أنه أنا فاقد لهذا الأمن النفسي, هل أسمح لنفسي أن أسس لهذا فقدان الأمن عندهم أو لا أذهب للعلاج؟ حلو تمام. العلاج من وين يجي؟ أنا ما مستقر, أنا خايف, أنا متردد, وخصوصا أحط هنا عبارة وتحط تحتها خط خصوصا للأسرة اللي جديدة واللي تنشأ بداخل هذه الأسرة غيرة. الغيرة ايش راح تسوي؟ راح تفقد الأمن لهاي الزوجة, والزوجة إذا فقدت الأمن راح تعمم هذا الفقدان الأمن على الأولاد أو على الأسرة بصورة عامة. تمام. فأنا عندي المهم أن هذول الأولاد أسس لأمن نفسي لهم. شنو أسوي؟ أسوي أنه أما أذهب للمختص المعالج النفسي وأشكوله, أنه أنا أقول له أنا قلقة, أنا خايفة, أنا غير مرتاحة, أنا عندي وساوس, غيرة كثيرة, عندي وساوس, هاي الغيرة المفرطة. لأنه أنا يوصل الإنسان مرحلة الغيرة سواء عند الرجال يوصل لدرجة أنه يريد يغلف الآخر, هذه واحد. أو لا أنه خلاص أنا أفقع عين المقابل لو حاول أن يشوفك. تمام. أنت ملكي, وطبيعة الإنسان ما يملك. إذا حسيت أنت تحبني بعنوان التملك أنفر. فهنا أنا صار عندي ما عالجت, ما رحت للمختص, هذه واحد. اثنين, اللجوء للقرآن الكريم. وفي بداية حلقتنا ركزت على أنه الحصول للأمن النفسي من خلال القرآن الكريم, لأنه في كثير من الروايات وكثير من الأحاديث وأقوال الأئمة والروحانيين ركزوا على أنه هناك أدعية وهناك آيات وهناك روايات وهناك طقوس تمارسها من أجل الحصول على الأمن النفسي. آيات وروايات وأحاديث تركز لك على أنك تحصل على الأمن وتحصل حلو من خلال آيات القرآن. آيات القرآن. فآيات القرآن مرة أنه أنا أروح للمختص, مرة أروح للقرآن, مرة أقعد أنه هذا جلسة التأمل بيني وبين نفسي. هذا أسوي هذا تمرين الاسترخاء, لأنه أنا اللي أخذناه بالحلقة الماضية. هذا تمرين الاسترخاء. أنا لما أكون مشدود يصدر من عندي تصرفات, تصدر من عندي حالة عصبية, لكن لما أكون بحالة استرخاء تام سامح لنفسي بهذا التأمل, بعد ما أعيش هذا التأمل, بعد ما أعيش هذا الراحة ولو البسيطة, ردود أفعالي تتغير, سلوكياتي تتغير, فأحصل على الأمن النفسي. وأترك الأسئلة إليك لأنه طيب. في جعبتك كثير من الأسئلة. نعود للكلمة ومن ثم نأتي للأسئلة. دكتور, أنت قلت بعد وأنا وقفتك, ما رجعنا ليا بعد كثير. إذن نعود للأسئلة. واقعا كثير من الأسئلة سادتي المشاهدين وردتنا, وإن شاء الله نحاول قدر وبنفس الوقت الأخ المخرج بهاء الجابري يقول الأرقام أيضا ظهرت أمامكم على الشاشة, فممكن أنه تتواصلون ويانا يا أما عن طريق الاتصال, وإذا كنت أو كنتي هنالك خجل من الاتصال ممكن أن تبعثونا عن طريق الرسائل, والواتس أب موجود أمامكم سادتي المشاهدين. دكتور سلام عليكم. التعامل مع الطفل العنيد ممتاز. وبنفس الوقت يقول أنا عندي عنيد ومراهق. أنا سرقت هذا خمطتي من عندي على وجه السرعة. رسالة تسلم لي. رسالة صاحب الرسالة هذه اللي يتعلق بالعناد. خلينا نفهم العناد هو حالة طبيعية أو حالة غير طبيعية. خب تمام. العناد في مرحلة من المراحل حالة طبيعية جداً, وهي هسه راح اقول لك اياها. وهي انه هي بدايه حياه الطفل من سنتين الى خمس سنوات, يبدا بمرحله العناد الطبيعي من عند الطفل سنتين للخمس سنوات. طفل سنتين الى خمس سنوات يمر بحاله عناد طبيعيه جدا, على الام ان تفهمها. راح اقول لك ليش. فقط الخمس سنوات اذا زادت مو طبيعي. وانا هلا راح اقول لك شنو. طيب. انه انا اجي عند طفل عمره ايش قد, عمره سنتين. هذا الطفل بعمر سنتين يشعر بتبعيته للام وللاب وللام اكثر. يشعر بانه هو تابع. صح.
يتحول من سنتين فما فوق تبدي عنده مرحلة تكوين الشخصية. مرحلة تكوين الشخصية انسلاخ من التبعية والذهاب إلى تكوين الشخصية المستقلة. تمام. فهو هنا يبلش شنو؟ هذا الأمر علمي. طبعاً علمي. هذا الأمر علمي. طبعاً. يعني أنا قصدي من هذه الكلمة قبل سنتين ما نقدر نقول هيك أمر. ما معاند. تبعي يعني تام مو تابع يعني هو يشعر بالتبعية، هو ما يشعر بالأمان إذا ما يأخذ رأي، هو ما يشعر بالأمان إذا ما كان القرار مصدره أنت مو مصدره أنا. تمام. لكن لما ينتقل من مرحلة، وفي برنامج أنا ركزت على المراحل اللي يمر بها الطفل شنو؟ الثلاث أشهر الأولى، الثلاث أشهر الثانية، الست أشهر الثانية من السنة الأولى، السنة الأولى شنو الثانية شنو الثالثة شنو من الثالثة. آه لطيف. حلو. تمام. وهي هنا مشكلتنا لما نجي إحنا نخلف خمس أولاد أو سبع أولاد، وذول السبع أولاد خليناهم صاروا أعمار مختلفة. نعم. كل واحد من عندهم يحتاج نوع من التعامل، وأنا بالنسبة إلي هاي خلون خطين أمامها هذه يعني. لأنه كل واحد عنده مثلا هسه اثنين ثلاثة أربعة، فكل واحد لازم يتعامل وياه في الطريقة الخاصة، أنه لا يتعامل على الكل. بعض العوائل شنو تسوي، ونرجع للعناد حتى ما ننسى. بعض العوائل شنو تسوي، تترك فاصل بين الأولاد، تترك مثلا فد أربع سنوات فاصل بين الأول والثاني والثالث. نعم. وصار عنده الأول عمره يوم والأول عمره 12 سنة والرابع عمره يوم، وهو يعامل الأول والرابع نفس الشيء. لا هذه هو هنا فنرجع. واحد منهم أني الآن عندي تقريبا أشهر وثمان سنوات. الله يحفظهم إن شاء الله. واقعا فش تسوي، تبدي قلت لك إنه أنا مقسمها حسب المراحل. فلما انتقل تقولون هي انتقالة مفاجئة، يقول مفاجئة وكأن عمر هذا السنة جديدة، بلش عام جديد، بلش شيء خارج تبعيته للأم. فبلش شنو يريد رأيه. وأبسط دليل إنه أنت تيجي تقول له تريد حار ولا بارد، يقول لك لا بارد. حار ولا بارد انتبه لي. وإحنا نعتقد بأنه هذا الولد ما قادر على أنه يحفظ فيختار الخيار الثاني. اعكس له، قل له تريد بارد ولا حار، يقول لك لا حار. ليش؟ لأن في عداد نفسه يعتقد أنه الخيار الأول هي خيارك والخيار الثاني هو خياره. لطيف. حلو. تمام؟ حلو. فعليه لطيف. يريد شنو يريد يعني أنا ممكن الأب يعكسها، ما عنده مشكلة. أي هو الأب يعكسها على مود الطفل اللي يريده هو. هو أسلوب للتعامل. حلو. لأنه أنت اللي ما تريد تعطيه إياه خلي الهيا وين بالأخير. بالأخير. تمام. هو راح يوافق عليه. تمام. هذه أول. فصار من مرحلة بسنتين إلى وصل لخمس سنوات. هذه الخمس سنوات هو يمارس العناد الطبيعي. فأنت يعني من أنا أشوفه يمارس العناد دكتور ممكن شبع له هذا العناد، لأنه هو اللي جايك بعد الخمس سنوات. يعني شنو أشبع له؟ خلي أفهم. تمام. هو يعاند شي يريد شي. أنت حاول أن تتقبل هذا الشيء، حاول أن تنطيه إياه. يعني مثلا أنه أنا خلاص أريد إلا هذه. ماشي حبيبي بيك خير، وتدلل انه الك هذه بس ترجع لي اياها. هو من حصل على عطاء لو كان مؤقت يوافق، بس لما انه قلت له لا ما انطيك اياها لا راح يزيد العناد، راح يشعر بالحرمان. فراح يعاند بشكل اكثر. حلو. اكثر واكثر. واذا ما اشبع العناد عنده بهذه المرحله راح يستمر عنده العناد الى 18 سنه. وإذا تكونت شخصيته شخصية معاند، شخصية غير مشبع لحالة العناد الطبيعي، راح يستمر وياه على طول. وبعدين هاي الفترة، فترة الخمس سنوات، ممكن أنه يتعالج دكتور لطيف. لا سهل. هو سهل. سهل لأنه، لكن إذا بعد صار صعب كل هو سهل. أقول أنت حولت من حالة يعني حتى عناده بالبداية الخمس سنوات مو كل بسيطة، أشياء احتياجاته بسيطة متناول اليد. بس أنه أنا أجي أعرف بأنه ها بعد بالمناسبة شيء مهم خليت انتبه له الأم. لا تقول أمام الآخرين أنه طفلي شالع قلبي عاند. أستاذنا الكريم لما تعطي انطباع عن هذا الطفل معاند، فهو راح يعتبرها نوع من الشجاعة.
فلا تقولين طفلي وكح، لا تقولين طفلي معاند، لا تقولين طفلي يؤذي، لا تقولين طفلي يكسر، لا تقول، تقول ما تقول خلاص امام الاخرين، لا تقول، لا تقول امام، لا تقول الاخرين أبداً. اذا تردين، اذا تردين تقول لي لك التالي، قولي له بالطريقه التاليه: اولا بينك وبين من نفسه مو امام الاخرين، لانه الطف الجو لك وللمشاهد. اذا انت قلتي له اجى الخطار، قلتي له يما شانع قلبي، تقولي لجارتك صديقتك هو فعلا هم شي يسوي، يثبت صحة كلامك، فهنا شي يسوي؟ يقوم ياخذ دقلات قدام الضيوف، لانه انت قلتي شارع قلبي وكح، فهو راح يمارس كل الاشياء اللي انت قلتيها ويثبت صحة كلامك. بل تفضل اسلام. طيب هذا بالنسبة للعناد، ماذا عن المراهقة؟ ممتاز. المراهقة عندنا تمر سهولة المراحل اللي يمر بها الإنسان. إحنا نعتبر أنه في فترة من الزمن هو يمر بمراهقة. إحنا عندنا المراهقات 3 مراحل. زين، المراهقة الأولى بالنسبة للشباب، المراهقة الأولى هي من 12 إلى 14 سنة. ومن ثم مراهقة ثانية من بين 16 ل 18. هذه يعني فترة أشبه بالاستراحة، هو ضمن هذه المرحلة، لكن تبدي هنا وتبدي تفتر إلى أن تختفي شوي وترجع تظهر مرة ثانية. المراهقة بالمرحلة الثانية اللي هي 16 إلى 18 سنة يوصل مرحلة الرشد. المراهقة الثالثة اللي هي تبدي 30 فما فوق. وهذه هاي فما فوق شنو؟ ها فما فوق هو اللي راح أجيب. أنت ما شاء الله عليك ذكي بالتقاط الأسئلة. مو أنا واقعا أنا يعني لسان حال الجمهور مترهم. تمام. إذا أشبعت مثل ما أشبع العناد فحصلت بعد 5 سنوات على طفل سوي. إذا ما أشبعت المراهقة الأولى والثانية راح تستمر المراهقة بعد 30 فترة طويلة. إذا أشبعت المراهقة، وأقصد شنو أشبعت المراهقة، حصل المراهق أو المراهقة على تعامل جيد، على تفهم جيد، على أمن نفسي بداخل الأسرة، على أمن مجتمعي، زين، فأشبعت هذه المراهقة عنده، فما تجي مراهقة متأخرة. أما إذا ما أشبعت وعومل بمعاملة سيئة، انفقد الأمن النفسي عنده، انفقد الاحترام، انفقد الاهتمام، فراح يعاود بالمراهقة بالمرحلة الثالثة أو المراهقة الثالثة، وراح تستمر يا وقت طويل، تأخذ من عنده وقت، تأخذ من عنده جهد. وهذه كل مرحلة يجب أن يكون بها تعامل، طريقة للتعامل. والتعامل الرئيسي بها دكتور أنه لابد أن يكون هنالك أمن نفسي. ما هو هذا، هو الإنسان المستقر نفسيا. راح أنطيك شيء قبل سؤالك. نعم. أنا أقول من نتاج الأمن النفسي، وأعرف أنت طرحت في شنو نتاج الأمن النفسي، من نتاج الأمن النفسي الإيجابية. حلو. بما أنه أنا يعني ينطيك طاقة إيجابية، أنا إيجابي بطبيعتي، فإنه أنا ما يستفزني ولا يخليني أتوتر الطفل المعاند، ولا تستفزني طلبات المراهقة. زين، من إيجابيات الأمن النفسي سلامة الفكر، أنه أنا عارف شلون أفكر. حلو. سلامة الاعتقاد، أنه أنا عارف شنو اعتقادي، فالله سبحانه وتعالى إش قال لي بالقرآن على التعاون ويا أولادي، إش قال لي النبي اللهم صل على النبي وآل النبي، إش قالت للأحاديث وإش قالت للروايات، فكري سليم، اعتقادي سليم، إيجابية عندي، عارف شلون أفكر، فبالتالي أنه شلون أنه راح أنطي لهذا المراهق، أنطي لهذا المعاند. أما هاي الأمانة توقف عندها شوي. خب. أما إذا كان أنا ما مستقر، أنا عندي هاي التراكمات، أنا أجر راح تلقائيا أعكسها. بالضبط، أعكسها، فبالتالي راح الولد يتولد من جديد نفس بالضبط، وكأنه أنت كررت الدورة من جديد، ثم مجتمع الدورة من جديد راح تتكرر مع زيادة، لأنه يقولون التلميذ الأستاذ أستاذ بالضبط. فأنا راح أصب غضبي على الآخرين تحت عنوان أنه أنا كنت محروم وأريد شنو أعوض هذا الحرمان، أعوض هذا الحرمان أما بحب مرضي اللي هو مصحوب بالغيرة المفرطة اللي قبل شوي تكلمنا عنها، أما إنسان ما عنده هدف بالحياة فارغ، أما إنسان سلبي ومبتعد عن الإيجابية، أما إنسان ما عنده سلامة اعتقاد سلامة فكر، وهذه هماتين كارثة. بالضبط، ما عنده سلامة اعتقاد، ما عنده سلامة فكر، فوين راح يوديني؟ راح يوديني إلى الهاوية. فأكيد أنه كل واحد من عندنا الآن اللي عنده تراكمات بالماضي أو الآن
قادر على أنه يعيد النظر بحياته، قادر أن يروح للمختص، قادر أن يسوي جلسة بينه وبين نفسه، يحصل على هذا الأمن النفسي من خلال أدواته العلمية الروحانية للمختص. هذه يحتاج لها يمكن قوة شخصية، يحتاج لها قرار. قرار قبل قوة شخصية قرار. نعم تفضل. كيف يتسنى لنا خلق طفل سوي دكتور؟ تمام. ورغم أنه الظروف اللي تحيطنا كثير من المشاكل فيها، قد تبدأ من الأسرة، المعلم، الإعلام، التضليل، يعني المؤامرة هنا خلاها، قد الأب هو قاصر، الأم قاصر، هاي المشاكل كلها. فأنا كيف أخلق طفل سوي تجاه هذا المحيط؟ صاحب هذا السؤال واقعا هو ملم بكل تحديات اللي تواجه الإنسان. أنا أمثله مثال. طيب. أنا عندي هذا الطفل بداخل هاي الأسرة، خلي أعتبره هاي النبتة اللي أنا راح أغرسها بالأرض. حلو. تمام؟ تمام. فأني لما أريد هاي النبتة، هاي والنبتة من النوع النادر، زين، مو بالسهولة أحصل عليها. صح. زين. صح. أو يعني تحصيلها ما يتكرر. فحصلت عليها. تعتقد ويعتقد المشاهد آلية للتعامل للحفاظ على هاي النبتة شون؟ تمام أستاذ. تمام. شنو اللي أسوي لهاي النبتة؟ أولا أنا أحط لها جدار صد. هذا الجدار صد يحميها من يعني من فقدان الأمن الخارجي، يحميها من الغزاة، يحميها من الحيوانات، يحميها من الوحوش، يحميها من الطيور. طب هذا أها، خلني أقول لك أبينك. زين. بعد شنو تحتاج؟ تحتاج أن تكون في أرض خصبة، والأرض الخصبة تكلمنا عنها الأم الصالحة. هذه اثنين. ثلاثة، يحتاج لها ماء، يحتاج لها رعاية، يحتاج لها أن ترتوي بشكل يومي. الماء من وين تحصله؟ هاي لقمة الحلال. بالضبط. المكسب الحلال. الأم صاحبة التعامل الجيد. الأب صاحب التعامل الجيد. بعد نفس صاحب السؤال إيش قال؟ قال إنه إعلام، قال إنه مدرسة، قال شارع، قال تحديات سياسية، اقتصادية، اجتماعية. مؤامرة. تمام. مؤامرة. ممتاز. لأنه لما عندي من نتاج الأمن الفكري، أمن النفسي، سلامة الفكرة. أنا عارف الآخر شلون يفكر. أنا لما عارف الآخر شلون يفكر وشنو اللي يفكر فيه حتى يجي يأذيني، فأنا صانع جدار صد. أنا حامي نفسي من الغزو الفكري، أنا حامي نفسي من الغزو الثقافي، أنا حامي هذا الولد من طريقة التعامل السيء. فبالتالي أنا هنا ايش راح أسوي؟ راح أحميه، راح أحافظ عليه، راح أصنع له جدار صد، راح أتحاور وياه بأسلوب لين وبأسلوب هادئ. فهذا كله ينعكس وين؟ ينعكس على إيجابية، يعني ينعكس على الأمن لهذا الطفل. وهذا الطفل راح يكون عندي ينشأ نشأة صح، لأنه كل التنشئة اللي حطيت لها صح، استخدمت له الأدوات صح، فطلع عندي يعني ولد سوي رغم هذه الظروف. وأنا هو نفس المثال، مرات تلقى نبتة في مكان جدا مزعج، سبحان الله، تقول انه شلون قدرت تحافظ على نفسها. اقول جدا بسيطه، انه هذا المكان قدر، المكان مو نظيف، لكن اكو واحد من العمال راعيها، اذا صارت عليها غبره غسلها، بين الحين والاخر يجي يسوي لها جدار، ما تاركها فتره اذا ما جطاها مي، رغم هاي الظروف، لكن نشوفها مخضره ونشوفها تنمو، لانه اكو راعي. الراعي هو الأب، الراعي هي الأم. إذا اتفقوا الأم والأب على المحافظة على هاي النبتة، راح تطلع هاي النبتة وتثمر، وراح تتكرر هاي النبتة اللطيفة، وراح تصير عندك مجتمع لطيف. دكتور، يعني واقعا كلامكم جدا راقي، خصوصا إذا الآن احنا وسط هذا الكم الهائل من المشاكل. نعم. أنه لا يترك الابن سدى، لابد أن يرعى، لابد أن ينتبه الأب، أنه مو أنا 24 ساعة مشغول، الأم أنا 24 ساعة مشغولة، ويترك الابن أو البنت بدون راعي، خصوصا في وقت. تدري لفتت نظري إلى شيء مهم جدا. الولد يفكر بطريقة والأب يفكر بطريقة أخرى. الأب يفكر أنه أنا أجتهد وأغادر البيت، وأحيانا أسافر وأغيب عن هذا البيت. نعم. بدواعي جلب لقمة عيش، لقمة عيش توفر لك أمن حياة اقتصادي، حياة وحياة مثلة جيدة. لكن هو شو يقول هذا؟
يقول والله يا عمي أنا أريد نص من هذا، أنا أريد ربع من هذا مقابل أنه أنا أكون آمن في بيتي، مقابل أنه أنا آمن في بيتي من التحديات النفسية. أنت ما قايل لي شلونك، ما قايل لي صباح الخير، ما تدري أنه أنا أي مرحلة صرت، ما تدري أنه أنا شو وقت أقعد، شو وقت أنام، شنو أكل، شنو أشرب. أنت المهم تجيب لي فلوس، الحياة مو بس فلوس، الحياة مو بيت فارغ. أنا واحد هذا الأمر جدا ضروري، هذا الواقع جدا ضروري. يعني ألفت نظرك إلى شيء، في ولد صديق هنا بهاي المدينة، زين الإطار الخارجي نعتقد بأنهم عايشين حياة ترف، حياة سعادة، وبيت ركن 1200 متر في الحنانة. أكثر من هذا، منطقة راقية، بيت ركن حاط عرستين طبق 1200 متر. إيش تتوقع إنه العايش بهيجي مكان؟ أكيد يعني بعض واحد بالضبط، يعني إنه تطمح الناس أن يكون، لكن لما تجي تقول له، يقول لك والله أنا لو قاعد بالمعوضين بيت 50 متر بس أنا محصل على كلمة حلوة، محصل عبارة لطيفة من أبوي ومن أمي، غير هذا ما أريد. لأنه يعني وسعة البيت، الثراء والترف بداخل هذا البيت لا يساوي كلمة شلونك تقولها بطيبة، لأنه ممكن هذا يكون قنبلة موقوتة طبعا طبعاً. فضيع هذا يكون هذا لما الإنسان ينولد بهذه البيئة اللي فاقدة للأمن النفسي وعنده إمكانية ممكن أنه بالضبط. هذا تدري ايش راح يسوي؟ هذا أول خطوة راح يقدم على شنو؟ راح يستعير الهدوء. وتعرف كلمة يستعير الهدوء من وين؟ راح يستعير الهدوء بحبة صغيرة، راح يستعير الهدوء بالذهاب للنوادي، راح يستعير الهدوء بمرافقة بالضبط، زين؟ ويكون هو سويين واقعاً، يكون صيد سهل. ليش؟ لأن هو يريد يهرب من واقع عايشة. وين يروح؟ راح يعتقد بأنه أسوأ شيء اللي راح يعيشه بالمستقبل مو أسوأ من هذا. صحيح، تمام، صحيح. فكون مهم جدا ان المشاهد احسنت دكتور، سلام عليكم. احاول اتجاوز انه ما اعكس نفسيتي التعبانه على اطفالي، واضوج عليهم اتنفرز وهم كلش عنودين وياي، شو اسوي بهيك امر؟ واخاف احرمهم، اخاف من الله. شنو الحل دكتور؟ وحتى من أضربهم أنقهر. أم عبد الله من البصرة. طبعا الله يحفظك يا أختنا أم عبد الله. أنت ليش تضربيهم وليش تقهرين؟ مو يقولون لا تدوس على الجن ولا تقول بسم الله الرحمن الرحيم. ومراتهم شوية يعني ما عندك مبرر. في بداية الحلقة الماضية قلنا أنه من مدمرات الأمن النفسي هي الضرب، تمام؟ أنت حنونة عليهم، تقولين ما أريد أبين أنه أنا أكتم، أنا أتأذى. يا عمي الطريقة كلش بسيطة، أنه روحي قعدي بالحمام بهدوء، سوي جلسة استرخاء، وهي بلحظة العصبية لا بس أعطيني مجال أنه أنت أنا ما هذا برمجة. هذه برمجة، أنا برمجة نفسي على أنه أنا عصبي، برمجت نفسي على أنه أنا بحالة عصبيتي يبرر لكل سلوك، ما يبرر لك السلوك. حلو، ما أنت برمجت نفسك على أنه أنت لما تكون عصبي مسموح لك أن تكسر، ومسموح لك أن، ومسموح لك أن. فعليه أنت عيد برمجتك اخلي نفسك من هذا الضغوط، هذه التراكمات اللي عندك تخلصي من عندها، عبري عنه. يعني إذا تحتاج بكاء ابكي، ما عنده مشكلة أنه فرغي هذه الطاقة السلبية وتخلصي من عندها بأي طريقة تشوفيه مناسب، أو تلجئي للمختص يقول لك أنه أنت مارسي كذا من التمارين اللي تكون مناسبة لك للتخلص من هذا الشد. أنا راح أقول لك إن شاء الله، وأسألك وأنت جاوب مكانه مع عبد الله. لو أنه أنت في حالة ارتياح، أنت الآن مرتاح، ما عندك شيء، مزاجك رايق وهادئ، وأنت ابنك كسر لك فد شيء، ردة فعلك شلون تكون؟ جدا طبيعية. كنت مشدود وواحد تعدى من يمك، شوية الهواء اهتز اللي يمك،
شو تسوي؟ لا لا كلش يعني ردة فعلي تمام سلبية. يعني ردة الفعل إيش راح تكون؟ ما تساوي الفعل. وكثير من الأشخاص ردود أفعالهم هي مو انعكاس للأفعال اللي مورست بحقهم. يعني القشة التي كسرت ظهر البعير. فهذه ذريعة. بعض الأحيان نجي نلقى شخص عنده ردة فعل قوية ونستغرب. أقول لا لحظة لا تستغربون، أنا أعرف بأنه هاي ردة الفعل مو لهذا الفعل، هذا ردة الفعل هو نتاج أفعال أخرى ترجمت بهذا الفعل البسيط. تمام؟ ولا أحيانا طفل هي الأم مضغوطة بالبيت، طفل كسر استكان قلاص ما أدري إيش، تقعد الأم تقوم تبكي. هل إنه بكاء هاي الأم هو لهذا القلاص اللي انكسر؟ لا لا، أكو تراكمات شاحنتها وضغطتها إلى أن طلعتها تحت هذا العنوان حتى ما تبين ضعف. تمام؟ فرغي طاقتك السلبية، عبري عن مشاعرك بوقتها. يعني ممكن أنه تبكي أفضل. طب فرغي طاقتك السلبية بأي طريقة. واحد من عندهم يبكي، واحد من عندهم يروح للحمام يسبح يسترخي، واحد من عندهم يروح للإمام يشعر تمام، واحد من عندهم يروح يأكل، هذول يروح يأكل خلاص يشعر المتعب بالأكل، واحد من عندهم يروح ينام. وبالمناسبة اللي يروح ينام تحت هذا الجو خاطئ جدا. حلو. زين حلو. ليش؟ لأنه أنت راح تسمح راح تسمح لعقلك الواعي أن يسكر، وراح تسمح لعقلك اللاواعي أن يفكر، فراح يجلب لك شك وشي مشابه للي نمت اللي كان قبل النوم. صح تمام. صح. راح يستحضر لك، راح تقعد انعكاسات بنفسية أسوأ. يعني حالات نوادر انه لا خلاص لما يخلد للنوم يقعد مفرمت، بس دول النسبة اللي يقعدون مفرمتين قليلة يعني قليلة جدا. نعم. طيب دكتور، ايضا رسالة، سلام عليكم، من الاخ حسين، يقول كيف نخلي الاطفال ما تتحكم بالاجهزة الالكترونية؟ تمام. هو نسأل حسين، هو يستخدم جهاز ذكي؟ يقينا. وش قد يستخدمه حسين؟ تمام. يعني حال أي بشر فهواي. لا لا تمام. أنا شوف، أنا أقول الطفل هو مقلد لسلوك الأب. تمام تمام. أنا الطفل إذا أريد أعلمه لازم أعلمه مو بلساني، أعلمه بسلوكي. تمام؟ تمام. فعليه أنه أولا يأسس لمبدأ التقنين داخل الأسرة. هذا الطفل إيش قد عمره؟ وقلنا في حلقة سابقة أظن قلنا أنه هذا الطفل إذا كان عمره أقل من 6 سنوات يفترض ما يحمل جهاز ذكي. هذا أولا. وأجي ضمن القواعد الصحيحة لاستخدام الأجهزة الذكية أنه كل مرحلة عمرية إلها، وأذكرك ياهن على وجه السرعة. نعم. دون 6 سنوات ما إلى حق يستخدم جهاز ذكي، 6 سنوات إلى 8 سنوات يستخدم ساعة خلي يومية. سمعهم. يعني هذه رسالة الابن شوذب. ممتاز. زين، دون 6 سنوات ما يستخدم، ما من حقه يستخدم من 6 إلى 8 إلى حق يستخدم ساعة واحدة باليوم. يعني ساعة واحدة فقط. ساعة واحدة باليوم يعني أنت 6 سنوات قد عمره 7 سنوات نص ساعة، 8 سنوات ساعة. إنه من 8 إلى 12 يصير ساعتين، يعني زاد كل سنة ربع ساعة. تمام. معي الأخ أبو حسين، بس عفوا دكتور وبعدين. أي ماشي، ما عندنا مشكلة. أبو حسين سلام عليكم من كربلاء. أبو حسين، الأخ أبو حسين إذا تسمعنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا يا أبو حسين، يا مرحبا. تحية لك ولضيفك الكريم، شكرا على هذا البرنامج. الله يبارك بيك يا أبو حسين ويوفقك إن شاء الله، تفضلوا. الله يحفظكم. عذرا مداخلة، سؤال. نعم. بالنسبة مثل ما تفضلتوا أنه أغلب المشاكل إذا مو كلها هي بداية اختيار الشريك الحياة. نعم. إذن الآن النصيحة وصلت إلى الشباب أنه يحسن اختيار، صح التعبير، يعني يقدر يختار زوجة صالحة أو الزوجة كذلك. نعم. بالنسبة للي تعبيرنا نقول متورط. حلوة متورط. زين. طيب. امرأة أو رجل. نعم. وحاولوا حسب الخبره، انه حسب خبره حياتهم ما وصلوا الى نتيجه، يعني اكو حلول من جناب الدكتور انه تقرب وجهات النظر، طبعا خصوصا للنساء باعتبار تعاني صعوبه بمواجهه الرجل. يعني ما كنا نتيجه واصلين لحد الطلاق عفوا ابو حسين ولا شنو؟ اي نعم، واصلين الى حد الطلاق. نقول ممكن انه اكو وجهات نظر تتقرب، اكثر طرق تستخدمها الزوجه اذا كانت هي تعاني من العله او الزوج.
أحسنت، شكرا جزيلا يا أبو حسين لهذا السؤال، شكرا لك يا غالي. دكتور، يعني الآن واقعا المسألة أو المأساة، مأساة الطلاق اللي كاثرة بشكل مو طبيعي، فهل هنالك طرق لتقريب وجهات النظر؟ تمام. طبعا أبو حسين هو من كربلاء، طبعا تحياتنا له وشكرا له، سواء كان هو صاحب القضية أو يعني أحد قريب من عنده. هو في كربلاء، وفي كربلاء تحديدا أكو مركز استشاري للتوعية الأسرية والإرشاد الأسري. تمام. وإلى فرع، والمركز الرئيسي في كربلاء وإلى فرع أيضا بالنجف. لطيف. تمام. وأنا شخصيا أشتغل في مركز إرشاد أسري وترشيد ديني في لبنان، وكذلك أشوف حالات. فذول الأشخاص نصيحة مباشرة لكل طرف من عندهم، ما تكون ملائمة إذا ما كان يجمع الطرفين من خلال مختص، أو يروحون بجلسات منفردة وصاحب، يعني أنا تجيني الزوجة بس أنا ما قادر أقدم لها أي نصيحة دون سماع الزوجة، أو يجيني الزوجة ما قادر أقدم لها نصيحة دون سماع الزوجة. إذا قادرين أن يجون مشترك فبها، وإذا ما قادرين أن يجون مشترك فعليهم أن يأسسون لمبدأ الفردية بالمجيء، أنه أنا أسمع طرف وأسمع طرف، بعدها راح أقول لك شنو اللي يسويه. والله في بعض الأحيان توصل مرحلة أقول لا، أنت مو المفروض تتأخر ساعة يلا تنفصل عن هذه العلاقة، أو هاي أنا طبعا يعني أنت لا تتوقعني أنا من تجيني وأقول لك لا، أقول يا الله وصل على النبي وصيري عاقلة وصيري هادئة. مرات صيري عاقلة وصيري هادئة تؤدي إلى يعني هلاك حياة هذه الأم، وياما كثير من التجارب اللي شفناها شاهدناها، أنه قولي يا الله يما وحبابة ولزمي بيتك وصيري عاقلة وصيري مدري إيش، وصبحت الأم الطفلة خانقيها وكاتلها رجلها، وياما أنه أدت لا خلص كاتلها رجلها من جهة أو كاتلها رجلها، لأنه تروح لأهلها يقولوا لها ضلوا وياه، تشكل عمها ما يفيد. أحيانا أقولها هنا خلص هنا قرري قرار الطلاق. ليش؟ لأنه الاستمرار بهذه الحياة كارثة، ممكن تكون كارثة. فإنه أنت، وهذه كلها رسائل المفروض أنه الاختيار، يعني هو الأخ أبو حسين هو لطيف، هو قال يعني أنه خلص أنه أنا متورط، بس مو أنا هو يعني ما معنى أنه المتورط يسوي المتورط بعد هنا. إياك أن تروح الشخص مو مختص ويسوي بوس عمك بوس خالك، هاي التسوية ماكو، التسوية مو علاج، التسوية مو جزء من الحل، جزء من المشكلة هاي التسوية. لازم يروحون مختص في مختص. تدري ليش؟ يعني أنا ما أكون مثالي بالتعامل، لكن أقول أنت هل من حقك، خلي يكون هيك واقعي، احنا هذه ثقافة بلشت الآن بس ما ماخذ صداح. شنو؟ هل إذا واحد من عندنا عنده مريض يشكو من مرض معين ويحتاج إلى تداخل جراحي، يروح للعطار؟ لا، يروح للخباز؟ أبدا. تمام. المشاكل الأسرية ما أكو اختصاص علاقات أسرية، ما أكو اختصاص نفسية. وهي وين نلقوهم دكتور؟ موجودين موجود. ما أنا عسى دليتك في كربلاء، في هذا المركز، في مراكز كثيرة. إنه مركز، وبعد أكو بالنسبة لترشيد المقبلين على الزواج أيضا مراكز، طبعا لطيف. مركز لترشيد المقبلين على الزواج، خصوصا إنه العتبتين الحسينية ما شاء الله شغالين. أنا تعاونت ويا المركز في النجف تحديدا، تعاونت ويا هذا المركز، وما شاء الله بحكم التزامها ما أقدر بشكل مستمر، لكن ما شاء الله مرشدات نفسيات موجودات وعدهن قابلية الاستماع، وما شاء الله عليهم يحلون مشاكل وتمام، واللي جاي بيهم هم كلهم اختصاص. حلو، لطيف. اللطيف بالموضوع إنه مو متطفلين على المهنة، لا، جايبيهم أخصائيات نفسية، دكتورة وأخصائيات نفسيات، زين، حاطيهم بالمركز. طيب الأمر أنه تحت بالمناسبة، والله صدفة ما جاي أسوق لهم يعني، لكن لأنه مشاكل صارت بالمناسبة وبالمناسبة، وكل استشاراتهم مجانية. لطيف. كل استشاراتهم مجانية. يا الله. تيجي أنت سيمي، ممكن إنه أنا ومغلفة بالتقوى، يعني لطيف، يعني أقلها تحت غطاء ديني لطيف. يا علي، ليهدي الله بك رجل واحد خير لك ما طلعت عليه الشمس. أنا اليوم لما أقدم خدمة للآخر، هو هذا رسالتي بالحياة. صح. نعم.
أحسنتم دكتور. أيضا سلام عليكم دكتور. أنا ابني شاب عمره بالعشرين وطالب كلية، لكن مدمن على الموبايل بشكل مو طبيعي، من يأكل من يستيقظ رأسا يمسك الموبايل، حتى قراءة ما يقرأ. أفيدونا جزاكم الله خير. تمام. ابنك لو تمام يعني هسه أنا خوفتني قالت لي مدمن أنا خفت يعني الحمد لله طلع مدمن موبايل ولا زين. مو هنا الخباثة شوية من عندي من قريتها. تمام. توقفت عندها. تمام. واقعا أنت تدري تحطين له علاج ما راح يأخذ. هو لو قرر شاف انه انا عندي افراط، عندي اسهاب باستخدام التليفون. طب خليه يتوصل له انه انت ترى مفرط في هذا الامر قبل لا توصل له فكره. تشوف هي ملبيه احتياجاتها الروحيه كأم، ملبيه احتياجاتها النفسيه، وشنو العلاقه؟ لا طبعا لانه انا اليوم لو القى جو هادئ بداخل البيت، لو القى امي وابوي علاقتهم طيبه ولطيفه، لو القى ترحيب حلو، لو القى الاسره كلها منتظرتني انه نقعد ناكل سويه، لو القى انه سلاسه بالتعامل، صدقا ما استخدم هذا التليفون. مو نهائيا، على اقل تقدير اترك. ليش؟ لانه هذا التليفون اللي استخدمه أني شنو اللي راح يسوي عندي؟ هذا التليفون أشعر بأنه الأمن اللي فاقده بداخل هذه الأسرة ممكن أنا ألقاه، ممكن ألقاه هنا، وإن كان مو حقيقي، وإن كان مزيف، وإن كان هذا الشخص اللي يقول لي أحبك هو مو حقيقي، بس أني أدور على الوهم اللي قدام عيني أحسن من اللي ما موجود. وصلت الفكرة؟ فعليه ابني أو بنتي يستمتع بهذا المقطع الفيديو، أو يستمتع بهذا البرنامج، أو يستمتع بهاي الرسائل، أو هذا الشات، أو هاي المباحثات، هذا اعتبره بديل. هذا من جهة. بعدين لو استخدم هذا وصل إلى مرحلة، لأنك أنت لما وصلت ابنك لهذه المرحلة وصلت إلى أول مرة بلش بحاجة، وبعدين بل هذه الحاجة توصلت إلى تعطش، وتوصلت إلى جوع، توصلت إلى البحث عن البديل، ولما حصل البديل لو التطبيق الأصيل ما يكون بحاجة إلى بعد. ليش؟ لأنه إجا متأخر. طب الحل؟ الحل أنه هو يدرك. أنت تبدين تتوددي له، تبدين تشوفين احتياجاته. هو هذه الفترة هاي العشرين سنة شقد من حقه أنه يمسك الموبايل؟ أربع ساعات فقط. أنه يعني من 18 فما فوق أربع ساعات. من 18 فما فوق، من 18 فما فوق أربع ساعات. يعني من 18 لدون شقد؟ ثلاث ساعات ونص. خلي يسمعون. تمام. سوري، ثلاث ساعات. خلي يسمعون الطلاب الطالبات هذه الأعمار يعني. تمام. خلينا نلتفت فرق، لأنه صار الحياة التليفون الذكي جزء من حياتي الدراسية. هذا واحد. هذا يعني أنا عندي طفل بالروضة زين، وأريد أشوفه فيديو، أو أنا أريد خلاص هذا هنا أكو. إذا كان جزء من حياتي الدراسية واحد، إذا كان جزء من حياتي العملية. أنت اليوم تشتغل بقناة فضائية زين، ولازم تنزل البرامج التاخر. أنت له، أنت أساسا جايبيك هاي مهنتك. تمام. أنت جايبيك، أو أنت جايبيك أن ترد على الرسائل. خلاص أنت تشتغل بالتسويق الإلكتروني، التسع ساعات تشتغل هنا تسع ساعات إلكترونية. نعم. ها تسع ساعات الإلكترونية ما يحسبن. إحنا أقول أنك تاخذ من وقتك، من حياتك، أربع ساعات من حقك تستخدمها. النوب تبويب الأربع ساعات. ما هو هذا المهم. تبويب الاستخدام. تبويب الاستخدام، هل لي أنه أنا أستخدمها للترفيه فقط، ولا للفائدة العلمية فقط؟ وأكو اختبار بالأنترنت حتى تشوف نفسك أنت مستوى الرقي اللي عندك، يسوي لك اختبار استخداماتك إلمن للعب، للألعاب الإلكترونية، لو استخداماتك يوتيوب، لو استخداماتك للشبكة بصورة عامة، يشوفوك أنت على أي برنامج، يجيك يقول لك مستوى الفكر مالك هابط، مستوى الفكر مالك عالي. ليش؟ لأنه يعني ممكن أنه بالجوجل يبحث يقول مستوى الفكري. أيوه بالضبط. يسوي اختبار. الاختبار اللي يسويه راح يحددوا لك، لأنه هما منطين قيمة لكل برنامج. يعني على سبيل المثال، إذا تجي مثلا تيك توك
نعم خلص هذا ايش تعطي قيمه؟ هو نفس الشركه اللي صانعه لهذا البرنامج تعطي قيمه لها، هو تعطي قيمه بمقدار هالقد، ويقول لك اليوتيوب راح يشوف هو استخدامك لليوتيوب شنو، هالقد مقدار بالضبط، هالقد مقدار اذا يعطيك هالقد درجه، فراح تعرف انت تمام. فانه انا اشوف استخدامي للويب شيء واستخدامي لليوتيوب شيء واستخدام، ولذا يعني مصطلح تسطح العقول الان بدا يكون، راح اقول لك في عالي. وحده من العناوين اللي انا قدمتها كدوره نعم هي كانت على الخطاب ولغه التفاهه، وكان العنوان تحديدا خطاب او لغه تفاهه ام غفله مثقفين. طبعا ليش؟ لأنه أنا اليوم أريد أشوف مستوى التفاهة وين واصل من خلال متابعتي للفيديوهات القصيرة، أنه هذا اللي فارغة المحتوى، فارغة جدا، فارغة المحتوى. أنا كنت عنصر مساهم بالمناسبة بانتشار هذا، بعدنا ما طالعين ترى برا الموضوع مال أنه هذا يفقد لي الأمن النفسي. ليش؟ لأن الأمن النفسي مرتبط بالأمن الفكري، إذا فرغتني من الفكر، فرغتني من المحتوى من خلال اللا محتوى اللي أشوفه، فأنا فكري صار صفر، إذن أنا أمني نفسي صفر. طيب ليش؟ هسا إن شاء الله ما نقول صفر، بس أنا أقول انتبه أنه أنت تكون عنصر مساهم بترميز التافهين. أحيانا أقول خلي أشوف مستوى التفاهة إلى أين وصل تمام واجي اشوف فيديو تافه، وانا اكره انسان ما احب محتواه بس انا بدخولي لهذا الانسان اللي هو بالسوشيال ميديا مثلا دخولي اليه انا ضفت له مشاهده ضفت له مشاهده فانا ساهمت بترميزه، وعباره تحتها خط انه احنا ساهمنا بترميز التافهين من جهه. شوف حتى عفوا دكتور يعني يعني النظام الإسلامي نعم. عادة ما يقول دير بالك يعني أنت من لا تتصورها هي مشاهدة وبس، لا، لأنه هاي راح تجي تبعات كثيرة طبعا وراء. ما أنت ساهمت بأنه هذا الفيديو أنت انطيته مشاهدات كثيرة، فصرت أنت أداة لنشر هذا الفيديو، لأنه إذا وصل في عدد من المشاهدات راح يقترحه للأشخاص اللي مو يهمهم الموضوع أصلا تمام. بعد حتى بطريقة كسبنا للعلم وصلنا إلى مرحلة من التفاهة، وهي تسليع الجامعة. تسليع الجامعة. تسليع الجامعة، تعرف شنو تسليع الجامعة؟ نعتبرها سلعة. حولت بالمناسبة هذا الخطاب. هذا اللي يصير. هذا خطاب التفاهة، تعرف إيش قد قبل 76 سنة حوالي كتبوا بهذا الموضوع، أدركوا إنه قبل 76 سنة بدأت تظهر علامات التفاهة والتافهين. قبل 76 سنة خلي يجون هسه يشوفون. انتبه لي، فانتبه إيش قالوا، وقالوا وبنفس ذاك الوقت قالوا أصبحنا أمام تحدي كبير. شنو هو التحدي؟ قالوا لأنه سلعنا الجامعات. شلون سلعناها؟ حولت الجامعة من منتج للفكر إلى بياع للمعرفة. منتج للفكر إلى بياع للمعرفة. خلاص أنا أبيع لك معرفة، لأنه بعد أنه أنا أجي أفوت إلى الجامعة مو لأجل أن أخدم هذا المجتمع. حضرتك تدرس إعلام، تكون تدرس رسالة، تدرس إعلام وتجي تتخصص بالإعلام بفن التقديم تمام، حتى تقدم للمشاهد صورة حوار لطيف. لكن لا، أنا أجي أدرس إعلام أو أدرس إعلام حتى أنه أطش، أدرس إعلام حتى يقولون علي أو أصير دكتور حتى أخذ هذا الفخامة باللقب تمام. فكان الهدف لكسب العلم أو كسب المعرفة مو هدف سامي، مو خدمة المجتمع. فإذا طريقة التفكير اختلفت من أنه أنا أحصل لخدمة المجتمع إلى أن أحصل على المستوى الشخصي. وبالمناسبة إذا حصلت على المستوى الشخصي وما قاصد بحسن نية بهدف سامي، أنه راح هذا المجتمع ما راح يستفيد من عندك. الأمن النفسي والسلام الداخلي، كان بودنا أن نطيل معك دكتور علي الزرفي اختصاص نفسية، ولكن الوقت الأخ المخرج بهاء الجابري يقول ما في أي دقيقة بعد. أنا أشعر بالأمن النفسي بالحوار وياك. شكرا الله يبارك لك يا حبيبي دكتور، الله يحفظك إن شاء الله. سادتي المشاهدين الكرام، نلتقيكم إن شاء الله
في الحلقة القادمة. كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة الولادات الشعبانية. حتى ذلك الحين تقبلوا تحياتي، أنا محدثكم في أمانة. شكرا دكتور. شكرا يا حبيبي. شكرا.